إذا انتهى الإنسان من قضاء الحاجة لابد أن يطهر المكان الذي خرج منه البول والغائط. حدث أبزي دقوز يو بشنتي هون بالك الزوز أبوتا كسري وانت دا أخوينو كسلنا بزن ريو ملك أخونا. إما أن يستعمل الماء واستعمال الماء واضح. حدث بما يجيرو تبوتا تخسري الله. أو استعمال المناديل الحجارة الأخشاب القماش. ويدما كاب ماي وصا ازلو بامن خو نخليو بسوفت خو نخليو ويدما بعنجيت خو نخليو صوري بزخونه ملكع بتفلالي ملكع خصريو خليو. استعمال المناديل والحجاره والقماش يشترط فيه شروطا منها. حدث كاب ماي وصا اي كمزي كم سوفت عينت كتكم تدا اخوينو كصيلنا نريين قدما خونتات كمال يغب ان تكون طاهره لا نجسه. حدث من تدا بسوفت تكم كوينو اتبؤتي ويدما بامن ختكم تدا اخوينو صوري كهونا لوتي ولا تكون محترمه لا يمكن استعمل اوراق المصحف اوراق العلم اوراق الحديث خنتكم موزق بو ورقه تدا اخوينو اتي حديث قران تصحف خونا يكبو ولا استعمل طعام الانس وطعام الجن او طعام دواب الانس وطعام دواب الجن الخبز العظم مثلا البرسيم دك سبات زتقوملو ويدما اغاتم اجنان زتقوملو وكم مغبي يكون كم تفلا لي نغر تخبر نغرات بقول كنت كم يغبانا اقل شيء لابد ثلاثه مناديل ثلاثه احجار ثلاثه زوحده انت وحده كاب ثلاثه معنا ثلاثه امني ويدما ثلاثه سوفت غيرنا تبوتاته نصري هذا اقل شيء زي تي نيشتي زوحده مالح الا اذا كان الحجر او المنديل كبيرا يمكن يمسح من هنا مرة من هنا مرة من هنا مرة يصح زخونه خوينو حدث انت دا سلست مني وي سلست صفت انت دا زي هاليو عابي انت دا خوينو اب حدا بوتا مصري قال اي بوتا سالس اي بوتا غيرو تحنت من كتكم الله يخلي مالتي لابد ان يحصل النقاء تحصل النظافه كيف نعرف انه حصلت النظافه والنقاء يرجع المنديل جافا ليس فيه اثر لا بول ولا غائط سلازي كمالا زقبو خال قد بخونة دمان تايو اتبوتاتي مصرايو خمي غيرنا اينا نراغاقز باتي امني يخون باتي صوفت غيرنا اتبوتاتي خنصري يخون لنا ابتي صوفتتي اتافو صوفت صوري مخانا كمصرانا اتبوتات صوري مخانا نراغاقز اذا رجع المنديل فيه اثر بول او غائط لابد يزيد حتى يحصل النقاء زقيرو خطكم دهالوه اتبوتاتي زي مصرايو انت دا ارغاغيصو مليسو خدغاغمالو سوفتي يكون امني غيرو تبوتاتس قاع زصري كتقم يغبو مالتي والله اعلم.